انت فيك ميزه مهمه جدا جدا لازم تكون عند ناس كتير دلوقتي في الحقبه الزمنيه دي، اللي هم اللي انت بتراعي ظروف اي حد. يعني انت ممكن حد تبقى عندك معاه حاجه او بتاعه ويختفي، بتخترع له ظروف. انا مره كنت بتكلم معاك في حاجه فقلت لي مش يمكن يكون عنده حاجه، مش يمكن يكون في بيته مع اسرته في حاجه مش عايز يبينها للناس، مش لازم يقول لي. فانت بت 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 يعني بتقدر بتخلق ظروف للناس عشان لما انت بتبقى محطوط في موقف صعب يا نور وتطلع منه بتعرف. لان انا بني ادم كتوم، انت عارف ده، انا كتوم. يعني انا ممكن يبقى عندي مشكله ما اقولهاش، وعندي من الثقه في ربنا قبل اي حاجه ان انا هعرف احلها لوحدي مثلا يعني. طيب ممكن ده يخلي اتيتيودي لنور مثلا صاحبي يختلف شويه، فنور يزعل مني، تكر ان انا عملت كده عشان اضايقه او قاصد، وهو ما يعرفش تفاصيل ان انا في حته تانية خالص، انا اصلا عندي مشكله وبحاول احلها من غير ما اقول، لاني مش عايزه انت ما بتحبش مش عايزه اشيل حد بالظبط. هي دي ودي برضو الآخر. مش عارف ليه مشكله عندك. لا يعني الناس اللي حواليك كلهم بيشيلوكوا هموم. ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله، بس هو في الاخر ايه ده خلاني لما حد بيبقى بيتصرف بطريقه مش منطقيه بديله عذر دايما، يعني بديله عذر لحد ما يثبت هو العكس. يعني ممكن يبقى عنده مشكله. لو انا ما كنتش مدخل بقى الشخص الرياضي اللي جوايا او البني ادم اللي بيعرف يطلع نيجاتيف انرجي من جواه كل يوم بالرياضه، ما كانش ذهني هيبقى صافي لده. عشان كده بقول لك لقيت نفسي تاني لما رجعت الرياضه، لقيت نفسي تاني. من هنا بقيت اهدى، من هنا بقيت بفكر تتراوى في التفكير. يعني باخد وقت طبعا في لحد النهارده في ناس بتعصبنا وكل حاجه يعني غلط، بس في الاخر برضو بس مش النسبه الاكبر، لا مش انت خالص، انت نسمه. يعني النسبه الاكبر بتبقى ان انا عارف اكونترول. طيب اللايف ستايل، لايف ستايل لعيب الكوره، ايه الفرق ما بينه وما بين اللايف ستايل الممثل او الفنان؟ لا في فرق كبير. في فرق كبير جدا. ان انت هنا ما ينفعش ما تنامش الساعه 10 لا لعيب الكوره فعليا، لعيب الكوره ده يصعب عليك كبني ادم، يصعب عليك. هو ما ينفعش ياكل الا الاكل ده، وما ينفعش يشرب الا الشرب ده، وما ينفعش ينام الا في الساعات دي، وما ينفعش يخرج كتير. من اكتر الحاجات الصعبه لعيب الكوره هو التنقلات الكتيره بتاعه المعسكرات والسفر من بلد لبلد كل اسبوع لو انت محترف، او حتى هنا في مصر بتسافر كل شويه، فانت مش موجود في البيت طول الوقت. بلس ان ادائك كله فيزيكال، يعني الممثل في اداء فيزيكال قوي جدا، بس في مشاهد بنعملها قاعدين زي بعض قدام بعض فيها مجهود مرعب. لا يقل. توافق على العصبي اقصد ان لعيب الكوره ما ينفعش يلعب، ما ينفعش ينزل الملعب وهو عنده شد. لا ما ينفعش يلعب وهو مصاب، ما ينفعش يجيله برد. حاجات كتيرة قوي بتخلي الديسيبلين بتاع لعيب الكورة عالي جدا جدا. لما تيجي تشوف النماذج المحترفين، كريستيانو بياخد باله من نفسه ازاي، بيصرف على جسمه أصلا لوحده بعيدا عن النادي قد إيه عشان يبقى في الحتة دي. صلاح نفس القصة. النماذج كلها الكبيرة، اللعيبة الإليت كلهم هتلاقي ساكريفايس رهيب في الحياه علشان يبقى هذا طبعًا اللاعب يعني. طبعا طبعا. بس ففي فرق كبير طبعا. الكوره شكل والتمثيل شكل تاني خالص. لما ابتديت اخد ورش تمثيل انا عندي يقين ان انا هعمل اللي عليا وهتيجي. ما دام بعمل اللي عليا ربنا هيكرمني. صح. وده حصل، وانا ما مثلتش بواسطه، انا مثلت بمساعد مخرج شافني عند مروه جبريل باخد الكلاسز بتاعتي والورش اللي انا باخدها، وراح رشحني في دور لحد ما وقفت قدام استاذ خالد مرعي ما كانش عارف ان انا احمد صلاح حسني بتاع الكوره. فده بالنسبه لي كان في فرحه كده ان انا قدرت اوصل للحته دي بمجهودي مش بمجهود احمد صلاح حسني لعيب الكوره. وانا سالتك مره كده حاجه لو انت فاكر، لما كنت انت في فتره ما كنتش لسه بتعمل حاجه، كنت خارج من حاجه وكنت قعدت فتره، فانا حتى قلت لك ما انت مش تعمل حاجه مع امير السنه دي، فقلت لي مش عارف. طب ما تكلمه. قال لي لا. لا انا عمري ما كلمت حد عشان يعني انا علاقتك انت وامير صحاب بجد، بس مالهاش علاقه، صحاب قوي. لا يعني صحاب وقرايب يعني، بصرف يعني النظر عن ان هم نسايب، بس علاقه صلاح وامير
انا عشتها وشفتها لحد دلوقتي. يعني هو فرحته بيا اصلا في ان انا عملت ده لوحدي كانت كبيره جدا. طبعا 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 الفنان طبعا حياته مختلفه تماما، حتى لو بيلعب رياضه وماشي على نظام غصب عنه مواعيد التصوير بتبقى اليوم انت مقلوب. اكتر واحد بتعاني معايا في القصه دي يعني بجد ربنا يكون في عونك، لان انت الوقت اللي انت فيه مره كان عندك تصوير لسه قريب. انا كنت عديت عليك كان تقريبا الساعه 5 المغرب وبعد كده انت كلمتني 9 الصبح كنت لسه مخلص. طبعا الوقت ده وهو وفتره النوم هي بتبقى فتره بالليل، يعني هي فتره اهم فتره طبعا، احسن وقت تنام فيه هو الفتره بتاعت 10 بالليل لحد الفجر دي كلنا عارفينها. جسم بيحصل فيه حاجه كتيره جدا، بس احنا بحكم الشغل غصب عنك انت ممكن تبقى بتصور في الوقت ده او بتصور اوفر نايت، فهتنام طول النهار وهتصور طول الليل. دايما بحاول احافظ على ان التمرين موجود، ودي حاجه انت عارف يعني انا بتبقى شرط في العقود اللي بعملها. لا انت صعب في الكلام ده يعني اقول لهم في 3 ساعات مش بتوعكم في اليوم، الساعه اللي انا رايح فيها الجيم والساعه اللي راجع فيها في الجيم والساعه التمرين. فالثلاث ساعات دول فضهم لي، عايزين تفضيهم في اول اليوم في اخر اليوم مش مشكله، بس هتفضوها لي علشان لازم اتمرن. فعامل لنفسك ديسيبلين معين وبيفرق جدا. أنا عايز أتكلم على اليوم بقى. اليوم أنت اليوم التمرين، نظام الأكل، أنت إيه أكتر نظام أنت بتحبه أو أنت مشيت عليه فترة فاتبسطت بيه، حسيت اللي هو عمل معاك نتيجة كبيرة جدا اللي هو زود شوية عضلات، حرق دهون زيادة، أنت نفسيا أحسن، نفسك أحسن؟ بص، هو كل فترة غصب عني بسبب الشغل بيبقى فيه شكل معين عايز أوصل له جسمانيا لكاركتر معين، فبيتعمل له نظام غذائي بشكل معين. في فترة كنت عامل دكتور نفساني فكنت لازم أعمل الصيام المتقطع اللي انت كنت بتتخانق معايا عليه، بس كان لازم اعمله لان الشخصيه دكتور فما ينفعش. ده وقته يعني فعلى حسب الكاركتر اللي انا بعمله. بس لو بتسالني في الفتره اللي انا ما بشتغلش فيها او اللايف ستايل اللي انا ما عندكش دور لازم تبقى كده، فبتعمل ايه؟ اللي هو الوجبات الخمسه الطبيعيين اللي هو الفطار والسناك والغدا والعشاء، ونسب بقى الاكل فيهم انت عارفهم بتبقى البروتين قد ايه والكاربز قد ايه. الكاربز قبل التمرين بس، بالليل ما بيبقاش فيه كاربز. ايوه السيستم خلي بالك كل بني ادم ليه جسم وليه فصيله اللي الناس لازم تعرفه. طب ممكن يعني انا عايزك تتكلم. انا عايز يا جماعه الراجل ده مثقف جدا جدا وبيقعد انا يتناقش معايا في حاجات ويناكفني في حاجات، وانا عايزك تقول للناس. انا عايز ايوه اللي انا عايز اقوله للناس ان كل واحد فينا ليه سيستم لجسمه. في حد الحرق بتاعه عالي، في حد شويه خامل، وليه علاقه بالدم بتاعه فصيله الدم بتاعته ايه. لان يعني انا مثلا من الناس اللي في اكلات ممكن تتخني جدا وتبقى طبعًا معاك انت عاديه طبعا. فهو مهم جدا جدا انك تتابع مع دكتور متخصص فاهم، وده مش عيب خالص يعني. دي بالعكس دي حاجه صحيه، لانه الناس بتشوفنا في الجيم والناس بتشوف الناس الرياضيين اللي في الجيم دول، وانت اكتر واحد تقول الكلام ده انه 70% من الموضوع هو ايه اللي بيخش جوه بقك بقى بتاكله. كان يعني نسبه كبيره قوي 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 بتاكل ايه بالظبط. كان ارنولد دايما يقول لك الشيب او الفورمه الحقيقيه هي من المطبخ مش من الجيم. طيب مين الممثلين اللي انت بتشوفهم
ملتزمين، شكلهم كويس، الرياضه او الـ او الـ او الـ 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 النظام عموما عشان يبقى في الحته اللي هي اللي هو راس ماله الحقيقي هو صحته وشكله. مين الناس انت والله بتشوفهم؟ احنا بقى عندنا ناس كتير بتهتم بنفسها، ودي حاجه مفرحاني انه معظم الفنانين يمكن دلوقتي كمان الثقافة دلوقتي بقت مهم جدا الجيم للشغل عندنا. كان زمان مفيش موضوع ان تلاقي ممثل الا لو عنده دور طبعا هيعمل بوكسر هيعمل بتاع فبيبدا يتمرن، لكن دلوقتي بقى اعتقد انه ناس كتيرة قوي بقت عايشة اللايف ستايل بتاعها فيها الجيم. يعني عايزني اقول اسماء؟ يعني ما مش فاهم. ماشي قول. انت يا عم انت نجم. لا ما لا لا طبعا احمد عز بحب، او عز يعني بنتمرن مع بعض. طب ايه رايك في عز لما بيمرنا لما هو لازم نتعور على طول لما بيكون هو الكوتش؟ لا 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 عز حبيبي ومن الناس اللي فعلا بتحب الجيم كمان. اصل في فرق بين ان انت بتبقى بتمرن او بتحب الرياضه. ايه الستايل اللي انت عايز توصل له او اللي انت بتحلم بيه الشيب اللي احنا اوريدي شغالين عليه دلوقتي عشان حاجه معينه؟ احنا بنشتغل دلوقتي عشان اللي انت فيه. يعني الفيلم الف مليون مبروك، مش هنقول اسمه عشان الناس ما تزعلش مننا. حسني بيعمل حاجه كبيره جدا 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 ان شاء الله باذن الله هتبسط الناس، حاجه اول مره تتعمل في الميدل ايست ان شاء الله تبقى بوم. غير ان احنا شغالين على ده دلوقتي. انت نفسك يعني احنا بنقول مثلا ازاي الممثل يقدر يغير نفسه؟ جينا في ويل سميث لما عمل محمد علي كلاي تخن وعمل شكل كده ولكن كان خفيف وبيتمرن وجسمه طبعا. كان الشيب عامل ازاي وكان طلع من هنا طبعا طبعا لهنا طبعا. فدي حاجه صعبه جدا ان الممثل. انت لو بتسالني انا بعتمد على الدور اللي هعمله اللي جاي. يعني انا مركز دلوقتي في الدور اللي بنعمله في الفيلم، فمحتاجين إن شكل معين. عندك شكل معين، عضلات شويه كبيره على حسب. بس طول الوقت لو انت بتسالني طول الوقت بحافظ على ان انا ابقى ان شيب، يعني ان شيب جوه الشيب اللي اقدر اخرج منه على ان انا اكبر جسمي شويه او اخس شويه، او يبقى الموضوع سهل. يعني بتشرب ميه كتير على مدار اليوم؟ جدا. ايه هي الميه بالنسبه لك؟ البنزين بتاعنا. هي كل حاجه، هي اللي بتنظف كل حاجه، هي السورس، هي البشره، هي كل حاجه. كل حاجه الميه يا جماعه زيرو كالوريز. تاخد كل الاملاح وكل الحاجات اللي مش كويسه وتنزل بالزبط. والميه طبعا مهمه عشان البامبنج للعضلات وهي اللي بتنقل البروتين في يعني الميه شيء مهم جدا، وبتشغل الغدد العرقيه اللي تحت الجسم. ده مهم جدا جدا، لان كل ما بنشرب ميه تلاقي الاجانب طول الوقت ماشيين بميه. فتلاقي عندهم مثلا 120 سنه. لا بس احنا بقى عندنا الثقافات دي خلاص. يعني الميه شيء مهم في التمرين. طيب مرن كم ساعه في اليوم؟ من ساعه ونص لساعتين. عندك يوم اجازه؟ عندي يوم واحد اجازه. بقالك 15 خدت ولا يوم بس أجازة. تمام بس يعني اليوم الاجازه بتعمل فيه ايه؟ ريكفري بيبقى، ممكن نعمل ساونا وستيم، وممكن اوقات يبقى في مساج على حسب. طيب عندك احلام معينه في الشغلانه اللي انت بتحبها دلوقتي اللي هي التمثيل؟ اكيد غير غير لو ما عنديش احلام مش هشتغلها. انا بص انا بحب امشي خطوه بخطوه. تمام. فطموحي ان الفيلم اللي بعمله دلوقتي يعجب الناس، وانه كويس. ابقى بعمل حاجه مختلفه كويس. اول ما اخلص ده ابص على اللي بعده على طول. ماليش سقف زي ما تقول في الطموح، مع الحمد لله هتقولي بس دايما 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 عشان اعرف احقق الحاجه لازم ابقى واصلها لوحدها الاول. كويس. تخلص الخطوه دي تاخد الخطوه اللي بعديها. صح. جايدة
بالنسبه لك جايده اول ما جت وبدات تكبر شويه وتنغشك وتبدا تتعامل معاك بطريقه اللي انا بشوفها، احساسك ايه؟ لا ما اعرفش اوصفه طبعا. لا يعني يعني فكرك اتغير، رؤيتك للحياه اتغيرت؟ لا انا رؤيتي للحياه وفكري اتغير من اول ما شفتها، دي حاجه بتاعتي انا وانا اللي مسؤول عنها باسمي وبنتي وحبيب. وبعدين تكبر بقى فتتكلم فتنخشك فحياتك بقى تتغير خالص يعني. احنا يعني في وقت يعني في اوقات كتير حسني بيتاخر على التمرين، الوقت ان هو ممكن ينام الاقيه مثلا بكلمه لغايه الساعه 3 4 5 نايم، لان هو كان صاحي عشان يروح يوصل جايده للمدرسه. وبعد كده في فقره تانية بقى اللي هي القعده مع جايده، القعده مع جايده هي هو نسي الكون. لا تمرين ولا حياه ولا نور ولا بيرد على حد، هو قاعد معاها في قاعد بيلعب معاها في اللعب باللعب بتاعتها. او اجمل احساس ليك لما تاخدها وتروح وتشتره، يعني انت فين يا معلم انا بجيب لجايده، تخش بقى محل اللعب خلاص يعني. هو هي جايده قلبت الامور بالنسبه لك، خليتك اهدى كتير طبعا. صح طبعا. الاحساس انا عايز لحظه بس، وانت قاعد انت وهي مره كنت انت بتتكلم معاها كده كلام كبير عميق وقلت لي هي هتفهمني وتحس. انا بتكلم معاها يعني، انا لان انا امي كانت بتعمل معايا كده وانا صغير، لما كبرت قالت لي يعني ان هي كانت بتتكلم معايا كاني صاحبها. كانت بتتكلم معايا في حاجات مثلا في شغلها، في حاجات مضايقاها. فانا ابتديت اعمل ده مع جايدا، ان انا بكلمها واقول لها انا بعمل كذا وايه رايك لو عملت كذا، مش فاهمه حاجه بس يعني بلاقي منها رد تشايلدش جدا، يعني بحس انه في حاجه بتركز معايا، ابتدت ذهنها يبقى حاضر معايا لما اقول لها انا نازل التصوير هتقعد قد ايه، انت رايح الشغل. فابتدى يبقى في حوار بيني وبينها، عرفت ان انا لما كانت بتنزل معايا الشارع والناس تتصور معايا فهي مستغربه هما ليه بيتصوروا معاك، فاقول لها علشان انا بعمل كذا، عشان مش انت بتشوفيني في التلفزيون. فخلي بالك اللحظات دي ممكن تعدي على البني ادم وما ياخدش باله منها، اللحظات دي مهمه جدا. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعيشها جوه الحياه بتاعتي او شغلي، او انا بعمل ايه، بوبي بيعمل ايه، باباكي بيشتغل الشغلانه الفلانيه. انا على طول من وهي صغيره معودها تقول لي انت رايح فين، اقول لها رايح اجيب مام عشان تاكلي، فتعلمتها افهم صح. فبقت دلوقتي انت رايح تجيب مام، اقول لها حبيبتي انا عارف ان انت ومامتك صحاب جدا جدا جدا، والعلاقه كانت قويه جدا. انا عارف اني انت تاثرت قوي لما يعني توفى الله، وكانت بالنسبه لك برضو يعني نقطه كده في حياتك وقفتك شويه كتير، عملت لك بوز كده. كنت يعني الحياه بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ كنت شايف الدنيا ازاي؟ انا امي لما توفت الله يرحمها كنت حاسه ان الدنيا خلصت، مع انها لا حول لا ولا قوه، يعني مش هتعمل لي اي حاجه، بس مجرد ان هي موجوده واخش الاقيها ولا بتعمل لي حاجه، بس بحس ان هي ما اعرفش هي حمياني. هو الدعوه هي بتقوم. فالفتره دي انت حسيت بايه؟ عارف لما تفقد الطعم تبقى بتاكل اي حاجه حلوه او وحشه ومش عارف تميزها، هو حاجه شبه كده. بتفتكرها؟ بتيجي في بالك؟ مش بفتكرها، هي معايا طول الوقت، طول الوقت بتكلم معاها فعليا يعني، يعني بتكلم معاها يعني. ممكن تقول عليا مجنون بس انا بتكلم معاها بجد، وافتح الموضوع وسامع ردها فيه فعلا. يعني يعني الله يرحمها طبعا. الله يرحمها. الله يرحمها ويرحمهم جميعا يعني. اسالك اهم سؤال في الحلقه النهارده، كنت مبسوط معايا؟ لا لا والله العظيم. بص يا جماعه يعني طيب خليني اقول اتفضل. بص انا زي ما قلت لك في اول الحلقه، انا مبسوط جدا ان انا معاك، وبالنسبه لي انا ده واجب عليا ان انا ابقى معاك، لانه انت مش صديق، انت اخ، وانا فرحان لك، وانت بني ادم مجتهد جدا، وانا بحضر كواليسك وعارف انت بتتعب ازاي عشان تعمل شغلك بطريقه محترمه، وقد ايه بتقدر الناس، وفعلا يعني الناس كلها بتحبك من اخلاقك ومن طريقتك ومن جدعنتك. انا مش عارف اقول ايه يعني، احنا كده انا كده خلاص. فمبسوط والله، مبسوط ان انا معاك، ويا رب الحلقه تبقى حلوه وتعجب الناس، لان هي من القلب يعني. والله بشكرك طول الوقت انت في ظهري، ويا رب يديم المعروف، انا بتمنى كده. وانت بجد والله العظيم انت الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيه. حبيبي يا نور، ربنا يكرمك، والف مبروك على البرنامج مره. تسلم حبيبي، نورت الدنيا. حبيبي يا نور.
حلقات كده أنا ببقى مش عايزها تخلص، بيبقى فيها حاجة كده من جوايا للشخص اللي موجود معايا. من وجهة نظري إن أحمد صلاح حسني النهاردة بجد في رسالة قالها لكل الناس، والرسالة دي في ناس كتير جدا بتحاول تعملها بس مش قادرة. أشتغل حاجة أنا ما بحبهاش ولا لأ؟ طب يا ترى هنجح فيها ولا لأ؟ طب أحاول كده تبقى هي استباية أو سلمة لغاية ما يجي الحاجة اللي أنا بحبها وأشتغلها، ولا أعمل إيه؟ إصرار وثبات في النجاح وإصرار على النجاح، أنا كل حاجة هخش أعملها، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبهولي في الفترة دي. طيب أنا هحاول أجتهد وحاول أشتغل لغاية ما أوصل للحاجة اللي أنا بحبها. ناس كتير بتبقى مستنية الفرصة تيجي لغاية عندها، أو لقوا الشنطة اللي فيها فلوس كتير عشان يبدأوا حياتهم، ما بياخدوش خطوة إن هم ينجحوا. ما حدش يعمل لك حاجة، وما ترميش كل حاجة على الظروف. دايما الواحد لما يهرب ويبقى مش عارف يرد على الناس ويقول إيه، فيقول لك الظروف، مش لاقي شغل، مش عارف أعمل أي حاجة. هو أنت عندك حاجات كتير بس أنت مش عايز، أنت عايز السهل، عايز الحاجة تيجي لغاية عندك عشان تقول أنا هعملها وهنجح فيها. ما بتجتهدش في أي حاجة عشان تاخد خطوة في حياتك صح. اعمل أي حاجة، انزل اشتغل أي حاجة لغاية ما تيجي الفرصة المناسبة ليك. زي ما سمعتوا النهاردة، قصة أحمد بالنسبة لي هي حاجة بسيطة جدا، حب اللي انت بتعمله عشان ان شاء الله يجي الفرصة تعمل اللي انت بتحبه بكل بساطة لما تنجح في الأولية. بس كده، استنونا الحلقة الجاية معانا ضيف جديد وقصة جديدة. يا رب ان شاء الله نكون قدرنا نوصل لكم ولو معلومة صغيرة. سلام عليكم.